فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ذبح هدي التمتع لا بد أن يكون بمكة، أم أن هناك قولا بالجواز خارجها؟ لا يكون إلا في الحرم، ما هو دائم، ما هو لازم في مكة نفس البلد، في الحرم داخل الأميال، أميال الحرم يكون الذبح داخل أميال الحرم، نعم، ولا يخرج عن أميال الحرم، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.